ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة؟ أنتم طيبون؟ الحمد لله طيب. اليوم إنني صالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الصف الثاني عشر نشكر أساتذتنا وسيد طارق على إتاحة هذه الفرصة لنا مرة أخرى، ولذلك أنا أرجو من محمد شريف أن يساعدكم للاجتماع. استعدوا، استريحوا. والآن لبداية اليوم من اسم الله سبحانه وتعالى أنا أدعو محمد أشرف لتلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. والآن أنا أدعو زهير الدين للحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. The messenger of Allah peace and blessings be upon him said: Everyone of you is responsible and will be asked about his responsibility. Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک نگبان ہے اور اسے اپنے نگبانیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله وحسن الجزاء. والآن حان الوقت أن أدعو ولي خان للكلمات العظيمة. زين العقل خير من يقين الجاهل. The assumption of a reasonable person is better than the belief of ignorant. معنى هذا الكلام أن معنى هذا الكلام أن نسائب العلم يفوز الإنسان. شكرا. جزاك الله. ظن العاقل أحسن من يقين الجاهل، هذا هو الحق في الحقيقة، لأن قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآن أنا أدعو إصرار أحمد أن يخطب أمامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال في حديث آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. المحترم النائب المدير والأساتذة الكرام والزملاء الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية التي قرأتها أمامكم هي عن الاجتهاد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. بمعنى الإنسان يجد الشيء للذي هو يجتهد. ويقال: إن اجتهدت فانجا. بمعنى النجاة لا يمكن بدون الاجتهاد، الاجتهاد شرط للنجاة. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسلمون متفرقون. انظروا إلى المسلمون، الكفار واليهود والهنود والنصارى يحكمون على المسلمين. الهنود قبضوا مقبوضة كشمير، الأمريكا وإسرائيل يحكمون على أفغانستان ويقتلون الناس هناك ويقتلون المسلمين، ويحكمون على العراق ويقتلون المسلمين هناك.
ونحن حتى الآن ننام. هذا بالنا يا إخوتي. انظر إلى جهود السين. الكفار يحكمون علينا بسبب الجهود. هم اجتهدوا والآن هم يستطيعون أن يغلبنا. أنتم انظروا إلى اليابان. لما كان في القتال العظيم الثاني أمريكا صب على مدينتي يابان قنبلة. ففي ذلك الوقت أمريكا صب قنبلة على ناجاساكي وعلى هيروشيما. وفي ذلك الوقت اليابانيون أهدوا إلى أنفسهم أننا نجتهد. والآن هم يستطيعون أن يحكموا على الدنيا. يقال عن اليابان أن اليابانيون يستطيعون أن يصنعوا قنبلة في الأسبوع. ولكن انظر إلى باكستان. باكستان صنع قنبلة في 50 عام. هذا كله بسبب الاجتهاد، بسبب جهود اليابانيين. يقال لليابانيين يا جوجو ما جوجو حالي. هذا كله بسبب الاجتهاد. في مدينة اليابان طوكيو عدد الجامعات أكثر من جامعات باكستان. هذا كله بسبب الاجتهاد. انظروا إلى الصين. قامت بعد 2 سنوات من إقامة باكستان. ولكن هم اجتهدوا. لما كان ماو زيدونج مؤسس الصين لما كان يموت سئل منه بما توصينا؟ قال أوصيكم أن اجتهدوا ولا تكون عطلة في الصين على يوم مولدي ولا يوم وفاتي. فعليكم أن تعملوا ساعتين المزيد على يوم مولدي وعلى يوم وفاتي. وهم عملوا على وسيلته. ولكن انظروا إلى باكستان. كل اليوم الآتي في باكستان عطلة. اليوم عطلة لأن القائد أعظم ولد، واليوم عطلة لأن القائد أعظم مات. ما هذا؟ هذا بالنا يا إخوتي. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في يوم العبد ما كان العبد في يوم أخيه. ولكن انظر إلى باكستان. قال أمريكا لما كان يهاجم على أفغانستان، قال أمريكا إلى باكستان: آتي المطار أهاجم على أفغانستان. وباكستان أتى له المطار، وهم هاجموا على أفغانستان وقتل المسلمين. وأمريكا يقول لباكستان: أنت افعل هذا هذا وهذا. وباكستان يقول شيء آخر، هل من مزيد؟ هذا بالله. ولكن أنتم انظروا إلى غيرة إيران، إلى صبر إيران. أمريكا يقول له: لا تصنع قنبلة أهاجمك. ولكن ماذا يقول إيران؟ إيران يقول: إن تهاجمني أهاجم إسرائيل قريب لي. هذا إيران. فعلينا أن ننصر إيران. فكيف نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بعدما نصرنا أمريكا على أفغانستان؟ وفي الأخير أوصيكم أن اجتهدوا. وإن شاء الله ذلك اليوم ليس بعيد أنكم تحكمون على الكفار، أنكم تغلبون النصارى واليهود. إن شاء الله ذلك اليوم يأتي إن شاء الله. وأوصيكم أن اجتهدوا كي تفيدوا أنفسكم، كي تفيدوا باكستان، كي تفيدوا المسلمين. وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نجتهد ونعلم العلم ونعمل به. جزاكم الله أحسن الجزاء. بارك الله فيك يا إكرام.